أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إحنا طبعا كالعادة مستمرين معاكم في تغطية فعاليات مهرجان العالم عالمين لنسخته الثانية لعام 2024 من هنا من مدينة العالمين الجديدة. يمكن زي ما حضراتكم شايفين إحنا دلوقتي موجودين في الأومول، والأومول هو مجمع خدمي بيجي ليه كل رواد مدينة العالمين الجديدة يستمتعوا بالخدمات اللي موجودة في كافيهات ومطاعم وكل الخدمات اللي موجودة هنا. والأومول بالمناسبة بيبقى من الأماكن اللي شغالة في مدينة العالمين طول اليوم، الصبح وبالليل، مش مقتصر على مثلا وقت معين الناس بتنزل بالليل تكون موجوده هنا. عجبنا هنا في الأمول انه في اماكن كتير جدا، كافيهات ومطاعم ومحلات، موجود فيه عدد كبير من الشباب شغاله هنا. كل المجموعه دي قدرت مدينه العالمين الجديده ان هي توفر لهم افكار ان هم يبداوا مشاريعهم، وان يبقى في شباب متواجدين هنا شغالين في الاماكن، يكون مدينه العالمين الجديده فرصه ان هم يكون عندهم شغل ومصدر رزق جديد. فحبينا نتعرف اكتر من احد اصحاب الكافيهات او المحال التجاريه اللي موجوده في الأومول عن الفكرة بتاعته، هو ازاي قرر ان هو يكون متواجد هنا في مدينة العالمين الجديدة، البزنس بتاعه عبارة عن ايه، ازاي برضو في مجموعة كبيرة من الشباب شغالين معاه، وهل يا ترى الاجواء هنا ومهرجان العالم العالمين بيفرق فعلا في حركة التجارة ولا لا. فتعالوا نتعرف، اتعرف بحضرتك. كريم هشام، اهلا بحضرتك استاذ كريم. اهلا. انا عايزك تكلمني عن البزنس بتاعك، انت بدأت امتى، ايه الوقت اللي جه عليك الفكره انك انت قررت ان انا هاجي افتح هنا في مدينه العالمين الجديده، انا هكون موجود وهفضل موجود طول السنه. كلمني عن مشروعك. احنا بقى لنا حوالي سنتين فاتحين اوريدي في الأومول. المكان ما شاء الله يعني فيه اقبال هايل، بالذات في اوقات المهرجان دايما بيكون في الجست بيتواجد بصوره دايمه ومستمره، والدنيا زي الفل ما شاء الله، يعني الوضع احسن حاجه الحمد لله. عايزين نقول انه لما بيبقى فيه اصلا مكان زي كده فاتح كافيه، انت مش شغال لوحدك فيه، او مش انت مشغله، ده انت مشغل معاك مجموعه كبيره جدا من الشباب، هم قدروا يستفيدوا من الفرصه اللي موجوده هنا في مدينه العالمين. هل فعلا المدينه هنا فيها فرص كتير للشباب ان هم يقدروا يتواجدوا ويفتحوا مشاريعهم الخاصه ويشغلوا معاهم ناس، ولا الفرص محدوده؟ لا بالتاكيد طبعا المكان والمدينه رائعه في ان احنا نستثمر فيها بعض الاعمال، بنقدر من خلالها كمان نوظف عدد كبير قوي من الموظفين. احنا عندنا ما شاء الله عدد محترم من الناس اللي بنقدر من خلالها نقدم خدمة محترمة للعملاء اللي بيجولنا، وبنقدر من خلالها كمان ان احنا نقدم صورة كويسة جدا للمدينة، والدنيا تمام. يعني لو حد بره مدينة العالمين وبيسمع ان احنا موجودين دلوقتي في الأومول، في كافيه جوه الأومول على الممشى في مدينة العالمين، هيبقى عنده اعتقاد ان هو المكان ده معمول لفئة معينة من الناس، محد مش كل الناس تقدر تيجي هنا، ان الأسعار مبالغ فيها، وده بيبقى في أذهان ناس كتير جدا. هل الموضوع ده حقيقي فعلا ولا الدنيا مختلفة عن كده؟ لا لا طبعا دي فكرة غلط تماما. احنا الأسعار بتاعتنا قريبة جدا من المحافظات التانية، القاهرة واسكندرية. الموضوع يعني مش زي ما الناس متخيلة، دي كلها إشاعات. الوضع طبيعي جدا، والناس بتيجي من كل الفئات تقعد، والدنيا تمام، ما فيش اي حاجه من الحاجات اللي ليها علاقه بان الاسعار اوفر او الكلام ده، لا لا اطلاقا. طيب الفتره اللي احنا موجودين فيها اللي هي الفتره بتبقى بتاعت مهرجان العالم عالمين، هل بتفرق في حركه التجاره وبيبقى في ناس فعلا موجودين اكتر، ولا بيبقى الفرق مش كبير قوي؟ لا لا لا، ساعه فعلا المهرجان وساعه الحفلات والفعاليات والكلام ده الموضوع بيبقى مختلف تماما. طبعا العدد بتاع الناس بيزيد في ان هم يجوا المدينه، وبالذات الاقبال على المنطقه دي، لان طبعا دي المنطقه السنتر اللي فيها معظم الحفلات ومعظم الفعاليات بتاعه المهرجان. فلا لا طبعا الدنيا بتبقى احسن بكتير، وبيبقى في ترافيك اعلى بكتير. بنشكر حضرتك يا استاذ كريم، شكرا جدا. شكرا يا فندم، شكرا. اعزائي المشاهدين، يعني احنا هنفضل دايما مستمرين معاكم في تغطيه فعاليات مهرجان العالم عالمين لنسخته الثانيه. يمكن خلينا نتكلم ان مدينه العالمين كل يوم بتثبت ان هي مدينه متاحه لكل الناس، مصريين وغير مصريين وشباب واطفال وعائلات. الناس هنا دايما بتستمتع بالاجواء اللي في مدينه العالمين، بتستمتع بالجو بتاعها والشواطئ الساحره نهارا، وبتستمتع كمان بالمجمعات والكافيهات اللي موجوده والمولات المختلفه والممشى وكل المناطق اللي موجوده في مدينه العالمين اللي تقدر الناس فعلا تستمتع فيها بخدمات مختلفه. واحنا هنفضل دايما بنتابع معاكم اراء الناس، وبنتابع معاكم الاجواء اللي موجوده بين الناس والفعاليات اللي موجوده خلال مهرجان العالم عالمين. ابقوا معنا.